تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد القائم على صفحة شاومينغ بغشش ثانوية عامة والمسؤول عن تسريب امتحانات الثانوية العامة، كما تم إلقاء القبض عليه ويدعى مهند أسامة طالب بالثانوية العامة بمحافظة الإسكندرية، واعترف بإدارته لعدد من الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي. مع تصاعد وتيرة تسريب امتحانات الثانوية العامة على مواقع التواصل الاجتماعي وإمداد الطلبة بإجابات الأسئلة عبر الهواتف المحمولة بخاصة على صفحة شاومينغ بغش ثانوية عامة، ما كان له أثر سيء على نفوس المتفوقين وأولياء أمورهم، قامت الأجهزة الأمنية بتتبع القائمين على صفحة شاومينغ، وتمكن قطاع مصلحة الأمن العام من القبض على مؤسس الصفحة والذي اعترف بتسريب امتحان الإنجليزي بتصويره بالموبايل داخل لجنة امتحان بالإسكندرية وتأخر المشاركين في الصفحة من الطلاب للاطلاع على نماذج الإجابات. نشرت ورقة الأسئلة وصورتها بإيدي من جوه اللجنة، ونشرت ورقة الأسئلة وقت ما الامتحان بدأ، والطلاب اتأخروا كلهم اللي كانوا عندي في الصفحة ربع ساعة، كلهم دخلوا اللي جاني الساعة 9:15، ربع ساعة المحددة ليهم بتاعة المراجعة المسموح ليهم إن هما يكونوا فيها بره. احنا نشرنا تسريب الانجليش بس وهو ما يعتبرش تسريب لان احنا مصورينه وقت اللجنه. الصفحة منشأة منذ عام 2013 وقامت بتسريب العديد من امتحانات الثانوية العامة خلال تلك الفترة بجانب صفحات أخرى، وقد اعترف مؤسس الصفحة بإدارة 3 حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تحت مسمى شاومينغ بغش ثانوية عامة. 2013 صورنا امتحان العربي، وصورنا صورنا امتحان الفرنش. 14 كان الفلسفة، كان على ما أظن الفلسفة والعربي والإنجليش. سنة 2015 كان العربي والإنجليش بس. سنة 2016 سربنا الإنجليش بس. وقد تم ضبط جهاز لابتوب وتابلت محملين بأكثر من 30 صفحة للغش الإلكتروني والهاكرز. سقوط للمتورطين في تسريب امتحانات الثانوية العامة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وما زالت الأجهزة الأمنية تتتبع باقي الصفحات، وذلك لكي يحصل الطالب المجتهد على حقه بعيدا عن التسريبات التي ينتظرها البعض. عبد الله بركات للتلفزيون المصري.